أنا خايفة عليه يا عبد الحميد، ده الولد الوحيد اللي ملناش غيره. خايفة عليه من إيه بس يا نادية؟ ده هيبقى ظابط. هو ده اللي مخوفني، دي شغلنا خطر وكلها مشاكل. إن ما كانش عشانه يبقى عشان أخته الصغيرة. إحنا مش عايشين لهم العمر كله. سيبه يخش هندسة وسيبك واللي في دماغك ده. يعني انت عاجبك اللي احنا فيه ده يا ناديه؟ ما تضحكيش على نفسك، البلد دي بلد الصباط والواد راجل. انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اقدر ادخل كليه شرطه. ليه بس كده يا عبد الحميد؟ انت عايز قلبي يوجعني عليه طول العمر؟ عشان انا بجد خايف عليه يا ناديه. خايف عليه تقوم ترميه في النار كده. ما تخافيش يا ناديه، النعيم اللي هيشوفه في الشغلانه دي هيشفع على النار اللي انت بتتكلمي عليها. لا يا عبد الحميد، انا خايف عليه. احنا كتب علينا الخوف ما يدخلش قلبنا، واللي راحوا احنا مش اغلى منهم، ودمهم امانه في رقبتنا. العمليه المره دي صعبه مش سهله، بس احنا قدها. قدها ولا مش قدها؟ هنروح وهنرجع. وحوش يا مهندس. رجاله ما بنخافش. وحوش يا مهندس. مش سامع. وحوش يا مهندس. اتأخرت ليه؟ وحوش يا مهندس. ربنا معانا. ما قلتليش بقى اتأخرت ليه؟ كنت بصلي العشاء. عشاء؟ طب حياة أمك كنت بتصلي؟ هو أنا كنت رايح أصلي العشاء، بس الصراحة جاي تليفون من المدام. مدام يا ده انت شويه تخليك راجل. في ايه؟ متقلقش انت، بس اول ما اتجوز كل النظام هيبقى ميري. يا خوفي لو ما تخش البيت تعمل لك فيها اللي ورفعت. عيب عليك، انا تربيتك اخوك الصغير ومسيطر، بس عشان اسيطر اكتر بقى ليه عندك طلب. قول لي اللي ورفعت مديني اجازه الجواز اسبوع واحد بس، فوحيت امك لما نرجع مديني الاجازه اسبوع كمان. مش ضمانك ان احنا نرجع يا سيدي. انت بتهزر، ما نرجعش يا معلم، ده انا فرحي بعد يومين. خاف على العروسه ولا خاف على المصاريف؟ الصراحه على المصاريف طبعا. طبعا واطي. ما تخافش هنرجع ان شاء الله، مش سيبك تموت، سيب على الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنك فين يا حاج؟ النبي يا ابني ما أعرف عنه أي حاجة. أنت تستقبلي؟ ما تطلعي ابنك فين؟ راح صباح عشان بيه. مفيش بالراحة. خدوه. لو النبي يا باشا، والنبي يا باشا في عرضك. يا أمي يا أمي قولي لنا ابنك فين؟ إحنا يومين ثلاثة وإحنا رجعوا لك على طول. بس تعاوني معانا لأنه اخلص يا هشام. خلاص اسلم بيها تتكلم. هشام! هشام! Thank you.
من زمان يا عاشور، بس معادك جه وخلاص خلصت. لا ما خلصتش ومش هتخلص كده. لو قربنا موت الواد ده وهموت بعديها عارف، ويطلع مكاني عشرة زي صاحبك اللي مات اللي هتجيبه مكانه عشرة، عشان احنا اللي بينا مكمل يوم الدين يا باشا. طب سيب الواد الصغير عاشور، كفايه اللي مات. اللي مات ده مات مكانه. طب سيب الواد الصغير، ارمي سلاح. ارمي سلاح. ما بقتلش على صوره. وكان عاشور مصباح قد بدأ حياته كمدرب الكونفو في إحدى مراكز الشباب، ثم انضم إلى إحدى الجامعات ذات الفكر المتشدد، وسافر للقتال ضمن هذه الجامعات في كل من سوريا وليبيا، ورصدت أجهزة الأمن عودته إلى البلاد سرا للتخطيط لبعض الأعمال التخريبية واغتيال بعضهم. يا سليم، دول مش جايبين سيرتك هنا خالص، أمال أنا إزاي بقى هتنطط على أصحابي وأقول لهم أخويا وحش ودخل دغدغ الدنيا؟ طب استنى، بص. وتمكنت قوة من تصفيته بعد معركة طويلة نتج عنها استشهاد الملازم. ملازم أول هشام الشرقاوي، وحيد أمه وأبوه كان فرحه النهاردة، يوم فرحه بقى يوم جنازته. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، ربنا يصبر أهله يا ابني. الحمد لله على نجاتك. سلمى طلعي لي بدله من الدولاب. ليه هتروح فين؟ هتقوم كده وانت تعبان يا ابني. هشام مات وهو بيحميني، اقل حاجه ممكن اعملها له ان انا احضر جنازته. طب هقول لك على حاجه، يوسف دلوقتي جاي في الطريق، روح معاه في العربيه. مش مستني حد، خليه يجي ورايا براحته. يا حبيبي هو كلمني وقال لي ربع ساعه بالكتير وهيكون هنا اهو. جه خلاص، روح افتحي للتقيل. ايه ده فريدة؟ ازيك يا سلمى؟ تعالي تعالي. الحمد لله على السلامة يا سليم. هعمل ايه بس يا سلمى؟ انا عايز اقول لك ان الشوارع زحمه بشكل مش طبيعي. والله وصلت. بقول لك ايه، ما تنزلي لي تحت، انا شايل حاجات كتير قوي مش عارفه اشيلها لوحدي. ايوه وحشتيني، وعايزين نتكلم مع بعضينا لوحدينا قبل ما اروح المشوار المهبب اللي دبستيني فيه مع اخوكي ده. لا اسحبها الاول، ولا انا لازم اقفش عشان خاطر ما تعكش. طب دي انزلك يا جماعه، انا لازم انزل عشان خاطر يوسف معاه حاجات كتير ومش عارف يشيلها لوحده. كتير انزلي يا حبيبتي، لابو ايد فرطه. اتفضلي. عجباكي الحفله اللي عاملينها عليا دي؟ مدام بتحبيه ومقتنعه بيه يبقى خلاص، محدش فينا بيختار هو بيحب مين وما بيحبش مين. طب معلش بقى، انا مضطره انزل عشان خاطر شويه هلاقيهم بيلفوا بيه في الشارع وبيقولوا عيل تايه يا اولاد الحلال. خديني معاكي. رايحه على فين يا طنط؟ هروح اتمشى في الصاله شويه. وبعدين يا حبيبتي انت مش غريبه. لا طبعا. عمرك ما تتغيري، لسانك عامل زي المبرد ما بيرحمش. محدش فينا بيتغير يا سليم، ولو كان في حد بيتغير كنت اتغيرت انت.
والله اللي المفروض يتغير هو اللي عنده مشكلة. ليه تكونش فاكر نفسك ملاك بجناحين ما بتغلطش؟ لا بغلط، بس على الأقل بني آدم طبيعي. وأنا بقى اللي مجنونة ونكشة شعري؟ مفيش فايدة، برضه هنقرف الفاضي والمليان. عرفت ليه احنا سيبنا بعض؟ لا بصراحة ما أعرفش، ويا ريت حضرتك تفهمني. عشان العند والمقاوحة اللي على الفاضي ليل نهار. ولا مش عشان أنت عايزني عسكري من العساكر بتوعك، روحي هنا وتعالي هنا. أنت يا بنتي؟ ما اتعلمتيش حاجة خالص من اللي حصلت؟ كنت مستناك أنت اللي تتعلم. عموما أنا مش جاي أتكلم في اللي فات. أمال جاي عشان إيه؟ جاي عشان أطمن عليك يا سليم. ولا اللي بينا ما يخليش قلبي يدخلها من مكانه لما أعرف اللي حصل. عموما الظاهر إن أنا وجودي هنا ضايقك. أنا آسفة إن أنا جيت. أنا مش قصدي فريدة. بعدين انت اكتر واحده في الدنيا عارف ان زيارتك ليا ردت ليا الروح. مش باين. مش معنى ان احنا ما كملناش او ما اتجوزناش ان انا نسيت اللي بينا. بعد ما انت لسه قايله مفيش حد في ايده انه يحب مين وما يحبش مين. من امتى بقى بتقتنع بكلامي وبتوافقني عليه؟ عموما مش وقته الكلام ده خالص. البقية في حياتك على موت هشام. بلع السلامة يا وحش. الله يسلمك يا فايز بيه. يا ابو سليم، سمعت انك نزلت الجيم على خفيف كده. الله، شغل المباحث هيشتغل علينا ولا ايه؟ اقول لك بيجيب كم ضغطة في التمرين الواحدة؟ والله يا باشا الشغلانة دي اللي جابت لنا الضغطة. خير يا فايز بيه؟ خير ان شاء الله. شيك قوي البدلة دي، اكيد ذوق المدام. من وانا منزم اول وانا سايب لها الجو ده، ماليش في موضوع البراندات والكلام ده. هي اللي بتختار وانا اقول لها حلوه يا مدام، جميل يا مدام. هما بيحبوا كده. هو في باشا ما سعادتك عارف ان انا مش متجوز. واكيد مش جايبني هنا عشان تعرف نوع البدله ايه، مش كده ولا ايه؟ انت ظابط يا سليم ومظهرك مهم جدا، انت واجهه للداخليه خصوصا وانت في المباحث. مباحث ايه مش فاهم؟ قرار نقلك اتمضى امبارح من مساعد اول وزير الداخليه. ممكن اعرف ليه؟ احنا ظباط يا سليم، لما بنتكلف بامر ما بنسالش ليه، بنسال امتى؟ ايوه بس انتوا كده بتقدروني. وقالت لك العاشور ما قدرش الجهاز كله؟ انتوا عايزين نعمل ايه؟ اطبطب عليه؟ لا طبعا، بس انت ظابط ومسؤول عن تصرفاتك. وقالت لك للراجل ده ضيع مننا معلومات ممكن تطلع منه. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ هيتسجن كام سنه ويتعلف زي الجاموسه ويطلع يعيش حياته عادي، مش كده؟ نصبت نفسك قاضي؟ هتحكم خلاص؟ مش هو ده اللي القانون كان هيحكم لنا بيه؟ مفيش حاجه اسمها القانون يحكم لنا بيه، القانون ده عليا وعليك. ايوه بس ده مش اللي يخصنا احنا. وقالت لك الواد الصغير كان هيزوده. الواد الصغير نجيته من ايده. ووقفت سير العداله. العداله في اللي عملته. انا زميلي استشهد قدام عينيا. وانا سته من زمان استشهدوا جنبي. حصل لي اللي حصل لك بالظبط. عارف يعني ايه ست جنازات عسكريه؟ ست بيوت بتحرموا من رجالتهم. سته من اصحابك كل واحد فيهم بيئتمنك على حكايه تخصه. وبيروح ويسيبها لك. انت مش عارف تحكيها لمين. بتتمنى ان الدور الجاي يبقى عليك. عشان تتخلص من الكابوس اللي بيجي لك قبل ليله اي عمليه. على فكرة يا سليم، أنا ممكن أعمل زيك وأكتر كمان وأقلبها عركة في حارة وألاقي لنفسي 100 مبرر، بس أنا ركزت اللحظة، أنا هنا ليه؟ وبلبس بدلة العمليات الخاصة عشان إيه؟ عشان البدلة دي بتبدل حالي من إنسان عادي ممكن يعمل أي حاجة في أي وقت لضابط مسؤول عن تصرفاته. إحنا غيرهم يا سليم. الرصاصة اللي بتخرج من خزنتك بتخرج بشرف. إنما كده بقى اللي أنت خرجتها دي ما جابتش حقه على فكرة. ما جابتش حقه. صح. انت صح، دم هشام ما يكفوش دم كلب واحد منهم. انا اسف سعادتك ومبسوط اني شفتك. سليم، قرار النقل واجب النفاذ بعد اسبوع من دلوقتي. اوامر سعادتك. يعني هو كويس؟ مش عارف. بعدين ما انت عارفه سليم كويس، مهما كان تعبان مش بيحب يبين. هو راجع يعني يهزر ويضحك زي الاول، بس في حاجه متغيره من ساعه حادثه هشام. وهو يا حبيبي زي ما يكون في حاجه اتكسرت جواه، ما بقاش سليم بتاع زمان. سليم بتاع زمان راح خلاص يا سلمى. انت اللي بتقولي كده يا فريده، المفروض ان انت اكتر واحده فاهماه وعارفاه. علشان كده انا اكتر واحده تحس بتغييره. يمكن ما كنتش شايفه ده في الاول،
بس قدرت احس ده لما سيبنا بعض. بقيت فاهمه. فهمت ايه بقى ان شاء الله؟ اخوكي اطيب واحن راجل في الدنيا على فكره، بس شغلته دي من اول ما ابتداها وهي قاعده بتغير فيه، ويمكن يكون غصب عنه، ويمكن يكون هو نفسه مش حاسس بده. على فكره سليم لسه طيب وحنين وما تغيرش زي ما انت بتقولي. يعني انت بتقولي كده بس علشان انت اخته الوحيده وهو اللي مربيكي، بس سليم اللي بينزل في الشارع وبيتعامل مع الناس واحد تاني خالص. منكرش ان موت هشام مأثر فيه، ويمكن تكون دي الحاجه اللي جابت اخره، بس التغيير ده حاصل له من الاول، من زمان قوي يا سلمى. بس انا سليم اخويا اصيل، يمكن ابدا حاجه تغيره. ممكن يكون تعبان مشدود، بس هيفضل زي ما هو سليم. يا ريت كل كلامك صح يا سلمى، كنت انا اول واحده هتفرح بيه. هو انا كنت عايزه اطمن عليه. بصي هو مش مبسوط قوي في شغله الجديد، حاسس انه زي ما يكون بيتعاقب على حاجه ملهوش ذنب فيها. بس انت عارفه سليم، شويه كده والشغل هيبدا. والله العظيم يا ابني بس بقى يا ابني بس، خد على الحجز يلا يلا يا بيه. طب يلا يا بيه يا اخويا يلا. ايوه يا فريده، بس هو ما حبش حد في الدنيا دي كلها قدك. علشان كده انا اكتر واحده اتواجهت من تغييره ده يا سلمى. انا اللي بدفع تمن اللي حصل له ده. بس انا شفت هو اتعامل معاكي ازاي لما جيتي البيت. انا متاكده ان هو لسه بيحبك زي ما انت بتحبيه. وعلى فكره بقى انا شايفه ان دي فرصه كويسه قوي عشان ترجعوا فيها لبعض. انا ما كنتش محتاجه زياره البيت يا سلمى علشان اعرف اذا كان سليم لسه بيحبني ولا لا. بالعكس انا متاكده من ده، بس انا دلوقتي حاسه ان احنا بعاد عن بعض قوي، بعاد اكتر من اللحظه اللي احنا قررنا ما نكملش مع بعض فيها. مالك يا فريده؟ كان نفسي اكون غلطانه. انا متاكده ان سليم لسه بيحبك زي ما انت بتحبيه، بدليل ان ما حدش فيكم اتجوز من بعد ما سبتوا بعض. يبقى ليه العند بقى؟ ده ما اسموش عند، ده اسمه يأس. بقول لك ايه؟ قومي روحي يلا وسلميني على طنط قوي، وانا هبقى اطمن عليكم كل شويه. تعويس تعويس. ايوه يا باشا. ايوه يا باشا. ايوه انت فين؟ نايم في الدفه تحت البطانيه طبعا. والله ابدا يا باشا، بس كنت باكل لقمه يا باشا. لقمه؟ طب روح حضر البوكس يلا. ليه يا باشا؟ يا عم مفيش حاجه، هنطلع نعمل كمين يلا. يا باشا الجو برد جدا يا باشا، اذا كان احنا مش عارفين نقعد في المركز دلوقتي، هنطلع على الطريق بره. جري يا عويس ولا اتحايل عليك. ما يلا يا عم انت. يا باشا يا باشا الجو برد بره، وبعدين مين مجنون بره هنطلع له نعمل كمين ليه؟ يا بني ادم ما انت بتقولها، هو الشارع فاضي يعني ما فيهوش بني ادم، اللي عايز يعمل مصيبه هيعملها. يلا يا عويس يلا يا عم انت. ماشي يا باشا ماشي. يلا يا رجاله يلا شعبان.